من جديد بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا، المحلل الفني احمد هشام بو حميد. بتشرف بوجودك معايا ودايما شياكة كالعادة. حبيبي، ده انا اللي بتشرف فيك والله. بسم الله ما شاء الله باطلالتك، وكمان من سلامي للساده المشاهدين، ويا رب نقدم حاجه كويسه ان شاء الله ليهم. ربنا يعزك. طيب، حبيبي، مباراة كاس خلاص صفحة واتقفلت، عندنا مباراة غدا بإذن المولى عز وجل أمام الداخلية. بتشوف إيه التشكيل الأنسب لجوزيه جوميز؟ تمام. احنا بس عاوزين في الاول قبل ما نتكلم عن التشكيل وندخل في الفنيات، دايما لما بنيجي احنا كمحللين نيجي نشتغل دايما يا ابو حميد، بنشوف الارقام بتاعت النادي او الفرقه اللي ماشيه بيها من خلال مثلا الماتشات اللي قبليها او الكلام ده كله. يعني زي ما بيقولوا كده، لاي معادله كرويه او اي معادله كونيه بتبتدي دايما بمعطيات، وبعد كده معطيات ونتائج، وبعد كده طبعا البرهان اللي هو يودينا للنتائج المطلوبه او اللي احنا عاوزينها. طيب، المعطيات اللي معانا ايه؟ احنا دلوقتي لعبنا في الدوري طبعا 26 مباراه، بكره 27، جايبين 40 جول. طيب، ال 40 جول دول بيقولوا لنا مثلا في مواطن القوه بتاعتنا، مواطن الضعف، الكلام ده كله. فاحنا طبعا من اول الموسم الزمالك طبعا بيمر بمشاكل فنيه كبيره جدا، بسبب طبعا كثره اللعيبه المصابه وفترات وقف القيد والكلام ده كله. فده مقلل شويه بصراحه من الاوراق المتاحه للمدرب، وكان الله في العونه طبعا في الخيارات، يعني لدرجه ان الماتش اللي قبل الاخير بتاع اللي هو قبل بروكسي، الماتش اللي فات بتاع البلديه، بيلعب سبعه او ثمان لعيبه من الشباب مره واحده، لدرجه ان هو مش لاقي لعيبه يكمل بيها السكواد. كون ان هو تعادل، عايز اقول لك على مفارقه يا ابو حميد في الموضوع ده. الفتره اللي اعتمد فيها جوارديولا لما اتصاب عنده 11 او 12 لاعب في فتره كورونا، ووصل بيها 17 لاعب كان مستبعد عنده اصابات، تخيل هو عمل ايه؟ لما لعب، لو تفتكر الماتش الشهير بتاع استون فيلا، هو خسر سبعه. لو تفتكر الفتره دي هو بدا الموسم بتاعه ما كانش موفق في الطف حاجه يعني او احسن حاجه، لكن بعد كده نهى الجيم او الدوري ازاي. هي دي بقى الفكره، هو الراجل بيحاول يبني لقدام، الراجل عنده مشاكل كتيره جدا، بس هو مش في ايده حاجه طبعا، مش في ايده ان هو يمنع القدر ويمنع الاصابات والكلام ده كله. طب ايه ابرز الحاجات اللي جوزيه جوميز محتاج يعالجها؟ ابرز الحاجات اللي هو محتاج يعالجها، احنا عندنا مشاكل كبيره جدا، حتى الجونين اللي جم في بروكسي لو خدت بالك يا احمد كلهم كرات ثابته وكرات عرضيه او كرات الركنيه، دي عندنا دايما مشاكل. معظم الاهداف اللي بتيجي عندنا زي ما احنا مميزين قوي ان احنا بنجيب الاهداف كلها من داخل منطقه الجزاء، احنا برضو عندنا مشاكل كتيره جدا في ان احنا الاهداف اللي بتيجي فينا ان هي كلها من داخل منطقه الجزاء. طبعا ده هيجي منين؟ انت عندك دايما الباكين اصلا بتوعك يا ابو حميد اصلا مش موجودين، فبتضطر تعتمد على نيمار اللي هو الوينج، تضطر تعتمد على على ناضاي اللي هو برضه الوينج، تضطر تعتمد على مثلا باك رايت وتلعبه سيرد باك زي المسلوس، بتضطر ان انت تعتمد على شويه حاجات انت في غنى عنها طبعا لو كان السكواد بتاعك كامل مكمل. كان الله في عونه، هو محتاج ان هو يشتغل كتير جدا 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 في ظل الغيابات اللي موجوده، ان هو يبدا يخلي اللعيبه الجديده تتاقلم على الاماكن الجديده او طريقه اللعب، بحيث ان هو يضيق المساحات او يوقفهم كويس في حاله الدفاع، خصوصا في الكرات الثابته او الكورنرز او الكلام ده كله. طبعا ماتش بروكسي زي ما انت شفت طبعا ضربه جزاء كان جايه من كورنر، والكوره برده اللي اتشاطت علينا كانت جايه من كورنر. الماتشات اللي قبل كده برده كلها من كرات ثابته، فاحنا محتاجين ان احنا الراجل ممكن يشتغل على الحته دي شويه ان هو يقلل منها الاخطاء يعني. لكن هو بصراحه كان الله في عونه، حتى الماتش اللي فات يا ابو حميد برده بيوصل فيه النتيجه على كف عفريت، وبيبدا ان هو يغير من السيناريوهات. ولو خدت بالك برده الاوراق اللي هو طرحها في الملعب هي اللي يمكن اللي عملت التغيير، وهي اللي غيرت منها ناصر منسي اللي جايب الجون الخامس. طيب، انا بس عايز امشي معاك خطوه خطوه كده، عايزين نتكلم في قصه التشكيل وطريقه اللعب الانسب فيما يخص مباراه الداخليه. طيب، انا لا عن نفسي لو هاجي اتكلم ويعني لو هياخد بوجهه نظري، انا هبدا بنفس الماتش اللي انا خدته اللي هو بتاع بروكسي. عاوز ابدا بنفس التشكيل بنفس التكتيك، اضمن الجيم كويس قوي، ما صعبش الماتش. فرقه الداخليه من الفرق يا ابو حميد اللي هي ما تحاولش تديها ثقه في الملعب عشان ما تموتش على الجيم، يعني هي فرقه على فكره. انا شفت ماتش فاركو اللي هو الاسبوع الاخير، وفي ماتش كمان قبلها كانت بتلعب الاهلي وخسرت 4-1، وبرده من فاركو خسرت 2-0.
الاهداف كلها اللي بتيجي يا ابو حميد في الداخليه كلها من داخل منطقه الجزاء، ودي نقطه القوه بتاعه نادي الزمالك اللي هو بيجيد الاختراقات. عنده طبعا زي ما انت قلت ناصر ماهر، عنده كل الاوبشنز موجوده، عندك عبد الله السعيد وعبد الله ودونجا في نص الملعب، جوميز عامل توليفه رائعه في الحقيقه. دي حقيقه، فكلهم وعمر كمان من على من ناحيه اليمين. ونفسي بقى فتوح ان شاء الله رجع الحمد لله، اطمننا عليه المباراه اللي فاتت وخد وقت بسم الله ما شاء الله كبير جدا، ويعني بيطمننا عليه نفسيا وبيقول لنا ان هو تمام يعني. فانا شايف ان يبدا بالتشكيل ده هيبقى احسن، ويا ريت لو حتى ادى الناصر منسي بدا بيه بحيث ان هو يديله الثقه بعد، يعني يبتدي زي ما الراجل نهى كويس الجيم الماتش اللي فات، يبتدي بقى هو بيه اللي هو على حسب ما نهى المباراه اللي فاتت بحيث ان يديله ثقه. ممكن يغير رايه لاخر لحظه ممكنه يعني، انا دي شايف وجهه نظري. تشكيل صبحي بسم الله ما شاء الله بصراحه عامل الماتشات اللي فاتت دي يا ابو حميد يعني امسك الخشب عليه من بعد التجديد، وحاسس ان احنا تعاقدنا مع حارس جديد يعني. ازداد مع صبحي كان معانا هنا في اخبارنا اول ما يعني اول ظهور ليه، هو بسم الله ما شاء الله انا حاسس ان احنا يعني تعاقدنا مع صبحي جديد. كان وعد يعني جمهور الزمالك من خلال برنامج اخبارنا ان كان صبحي ليكوا بصراحه، وبرافو عليك دايما يعني متميز انت في الحاجات دي بصراحه يا ابو حميد. فانا هبدا بصبحي، ابدا بالمسلوسي، وطبعا هبدا بعاطف جنبه، ناحيه الشمال فتوح، ناحيه اليمين عمر جابر، دونجا وعبد الله وناصر، ناحيه اليمين ممكن ابدا بايشو شويه، ايشو لعيب كويس عاوز برضو اطعم الفرقه شويه برضو يا ابو حميد، ما يبقاش الفرقه كلها نفس الفريق الاول، عاوز ادي هنا شويه وادي هنا شويه. طبعا ناحيه الشمال اعمل توليفه يعني، وبرضو اللعيبه الكبيره هتشيل لاعب زي ايشو لما يبقى لسه بيبتدي برضو. عندك مصطفى شلبي طبعا، واتمنى ان هو يبدا بناصر يعني. بس كده طيب اهم مكاسب الزمالك من الاعتماد على ناشئين في المرحله الاخيره من وجهه نظرك؟ طبعا دايما اللعيبه الناشئين دول لما انت بتعتمد عليهم هم اولا اول حاجه طبعا يعني بيوفروا لك من الناحيه الماديه فلوس كتيره جدا في ظل الانتدابات والكلام ده كله، وبيريحوك ان انت مش محتاج ان انت لسه هتتعاقد وتشوف بقى فلان هيجي ولا مش هيجي والكلام ده كله. تاني حاجه ان انت بتجيب كواليتي هي طالعه على حب النادي اصلا يعني، هو جاي هو حلم حياته ان هو يطلع يلعب فريق اول ويثبت وجوده والكلام ده كله، فانت بتيجي تساعده في الحته دي نفسيا هو بيبقى مشتاق ليها، فانت طبعا بتكسب كواليتي لعيبه قويه جدا. وعايز اقول لك اجمد مواسم اتعملت في تاريخ نادي الزمالك يا ابو حميد هي المواسم اللي بيطلع فيها ناشئين من نادي الزمالك، والدليل على كده مع جوزوالدو فيريرا تحقيق لقب الدوري مرتين ورا بعض بالناشئين بتاعه النادي، وفي ظل وقف قيد وتمن لعيبه اساسيه عمود فقري منهم حتى حارس المرمى اللي هي يعني احنا كسرنا كل المعايير فيها يا ابو حميد. انت عارف ان لما بيقول لك الحارس نص التيم، الحارس نفسه كمان مشي، فاحنا انت عندك تمن لعيبه كلهم بالكامل كانوا مشوا، واللي عوض الفرق ده والناس اللي طلعت هي اللي عملت كل ده اللعيبه الناشئين. فانا شايف ان طبعا اللعيبه الناشئين لما بيبقوا موجودين بيدوا روح كمان كبيره جدا. وعايز اقول لك الناس اللي هي بتيجي تقول لك مثلا الناشئين انا مش شايف ان هم بيدوا الاضافه والكلام ده كله، انا عايز اقول حاجه واحده، اتفرجوا على كل البدايات بتاعت النجوم الكبيره في الفودن لامين يامال، اللعيبه بلينجهام، كل اللعيبه الصغيره حتى كيليان امبابي وبرناردو سيلفا، امسك اي لاعب صغير يا ابو حميد اول ما بيطلع طبيعي جدا ان هو يتخض، ان هو يعني الاضواء والشهره كلها بتبص مستنيه مين اللاعب ده. خلي بالك انت لما انا لاعب صغير لسه طالع وبيبقى جنبي مثلا يعني الكابتن حازم امام والكابتن حسام حسن قدامي وليكن يعني مثلا زي شيكا مثلا في بداياته، طبيعي جدا الناس مش هتبص على كابتن حسام حسن لان هي عارفه امكانياته، وطبيعي جدا الناس هتبص مش هتبص على كابتن حازم امام، كل الناس مثلا هتبص مثلا على شيكا ده طالع عشان تحكم عليه، انت فاهم القصه؟ فده بيبقى اصلا ان اللاعب اون سبوت ده بيديله اصلا يعني اللي هو ايه زي برضه يعني مجهود ذهني وبدني اكبر بكتير من اي لاعب تاني، فالناس ما تتحاملش على الناس وتطالبهم ان هو يطلع احسن حاجه والكلام ده كله، هو اصلا بيبقى نازل
مخضوض من الحته دي، فاحنا بنديله وقت شويه ان هو يتاقلم. اول ما بيبدا يتاقلم والكلام ده كله بتبدا بقى تتفرج على كل النجوم، زي ما برضو سيف جعفر لما طلع في وقت من الاوقات كان لسه مش اللي هو قوي، زي يوسف اسامه نبيه، كل اللعيبه دي لما طلعت برضو اخذت وقت كده لحد ما اتاقلمت، وبعد كده زي ما احنا شفنا كسروا الدنيا، وكنا بنتكلم ان هم منتخب مصر والكلام ده. فده لنفسي الجمهور يفهمه يا ابو حميد، والدنيا تهدى عليهم شويه. طيب الناس كلها اتكلمت في مباراه بروكسي، والناس كلها كانت شايفه ان احنا بدانا بدايه قويه جدا. نادي الزمالك قدر ان هو يجيب 3 اهداف في 9 دقائق تقريبا، ولكن حصل تراجع. ايه اللي حصل بقى بعد البدايه القويه دي؟ طبيعي ان اي لاعب لما بيجي يكسب 3-0 او الكلام ده كله يا ابو حميد، طبيعي ان الريتم بيبدا يهديه علشان يبدا ينظم نفسه وجهده على ال 90 دقيقه كلها، وخصوصا ان انا عملت تقريبا التارجت اللي مطلوب مني، فهو بيبدا ان هو يقلل من المجهود بتاعه ويبدا يتراجع شويه لورا، بحيث ان هو يعني يبدا يحافظ على مجهوده. فالكلام ده كله هو اللي الزمالك بدا يفكر فيه، ان هو بدا يرجع شويه لورا، يترك الكره لبروكسي، وممكن انه يفكر في بلان بي ان هو يبدا يعتمد على الكرات المرتده والهجمات المرتده والكلام ده كله. فالراجل هنا فكر في كل الافكار دي، كون ان ممكن الوقت مثلا او عمليه التوفيق في ان هو ينفذ الموضوع ما اسعفتوش، فدي بتبقى ليها علاقة باللك شوية، ما لهاش علاقة شوية بالأداء. لكن هو الراجل حقق المطلوب في الآخر، وجاب 5 أهداف وكلها عن طريق التنوع، سواء الاختراقات أو التسديدات من خارج المنطقة أو من خلال كرة زي ضربة الجزاء. كل الكلام ده كله هو استثمره كويس جدا. عايز أقول لك إن بصراحة شديدة جدا مع جوميز، شكل الأداء في الملعب أنت بيطمنك شوية إلى حد كبير، بعكس ما فترات سابقة. يعني أنت حتى لو مش في أحسن حالاتك، أنت واثق إن الزمالك برضو فرقة ماسكة نفسها، عكس في فترات سابقة ممكن بتبقى خايف إن الزمالك يجي فيه جول، الزمالك ممكن مش عارف إيه. لا، الفترة دلوقتي أنت مع جوميز بتبقى مرتاح نفسيا، عارف إن اللعيبة بتتحرك كويس. صحيح، هكمل كلامي معاك، ولكن اتفضل. لازم نروح لموضوع الحلقة، نشوف جمهور الزمالك قال إيه. موضوع حلقتنا النهاردة كان جاهزين يا شباب ولا ايه؟ مكاسب الزمالك من الاعتماد على الناشئين في المرحلة الأخيرة. البداية من عند سامح عزت، مساء أبيض وجميل بلون تيشرت مدينة، أحلى مساء عليك يا أستاذ أحمد. الاعتماد على الناشئين من المكاسب الكبيرة لجوميز، طبعا بيوفر البديل وبالتدريج بيلاقي أكتر من لاعب في مركزه، وده مكسب كبير وتنافس كبير بين اللعيبة، وكل ده مصلحته نادينا الحبيب. بالتوفيق يا رب للزمالك، العيش والروح والحياه، عاش الزمالك وجمهوره العظيم. اللي بعده يا شباب، خالد احمد، مساء الخير والسعاده على حضرتك يا استاذ احمد، ومنور قناه نادي الزمالك وبرنامج اخبارنا. من وجهه نظري المتواضعه ان اهم مكاسب نادي الزمالك في الاعتماد على الناشئين في المرحله الاخيره هو ظهور اللاعب احمد مجدي بمستوى طيب وخامه مبشره بالخير ان شاء الله، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك في كل ما هو قادم. وتحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولفريق العمل في البرنامج ولقناه نادي الزمالك. بشكرك يا استاذ خالد. اللي بعده يا شباب، طارق دونجا، مساء الخير والسعاده عليك يا احمد. اعتقد ان اهم مكاسب نادي الزمالك هي الاعتماد على الناشئين في المرحله الاخيره من بطوله الدوري لاكتشاف المواهب اللي في القطاع، زي احمد مجدي مدافع كويس ومحمد السيد، وفي لعيبه كتير بس عايزه فرصه علشان تثبت نفسها، وكل الدعم للاعبتنا والجهاز الفني فيما هو قادم. وتحياتي ليك يا احمد، انت وكابتن احمد هشام اللي منور الاستوديو وكل فريق العمل زملكاوي، وافتخر بشكرك يا استاذ طارق، شكرا جزيلا. اللي بعده، ايمن الفيومي، اعتقد مكاسب الناشئين سوف تظهر على المدى البعيد وليس الان، بمعنى ان نادي يكفيه الاستفاده ب3 لاعبين فقط زي احمد مجدي ومحمد السيد وحسن ابو المعاطي اللي ظهروا بمظهر جيد في المباريات السابقه، واعطائهم فرصه اكبر في باقي المباريات ودخولهم قائمه الفريق في الموسم القادم، فهذا مكسب كبير للنادي وباقي اللاعبين يتم اعارتهم والاستفاده بهم على المدى البعيد. تحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولضيفك الكريم ولكل اسره البرنامج، بشكرك شكرا جزيلا. طيب عايز اعرف منك بقى، كان بعض الناس كان في انتقادات وجهت لأوباما
وايضا لمصطفى شلبي، ولكن بتشوف مصطفى شلبي بيظهر بنسخه كبيره وبنسخه جديده، بقى اجريسيف على الجون، طبعا موقف واحد لواحد بيعدي بسرعه، بيعدي بمهاره عاليه جدا. يوسف اوباما اي اختبار بيتحط فيه بينجح وبياخد فيه العلامه الكامله. بتشوف ردهم كان عامل ازاي؟ انا اللي عاجبني قوي الكومنتات في الاول بتاعت الناس دي. الجمهور فعلا فعلا احنا جمهورنا واعي جدا يا احمد ومثقف كرويا جدا. ودي نادرا لما بتلاقي جمهور مثقف كرويا، مش جديد على جمهور الزمالك دي حقيقه. كون ان هو لسه بنقول نصبر، هو اللي بيطالب ان احنا نصبر ونتكلم في كله. فانا مبسوط بكميه الدعم اللي هو بيديها للعيبه والكلام ده كله. فبصراحه شابو للجمهور، والله انتوا فعلا اللي خير محللين، وانتوا الترمومتر فعلا بتاعنا احنا. فأنا مبسوط جدا بكلام الناس دي. أما بقى قصة مصطفى شلبي ويوسف أوباما، فهم عملوا أحلى رد زي رد الجمهور كده. الرد دايما يبقى في الملعب أحسن بكتير من أن أنت تطلع تعمل تويتر أو تعمل انستجرام. دي حقيقة. ودايما النجوم الكبار هم اللي ما بيردوش أنا في الملعب. عمرنا ما شفنا مثلا لاعب زي كريستيانو رونالدو بيتعرض لصفارات استهجان والكلام ده كله، وعمره ما يرد تلاقيه تويتر والكلام ده كله. على الجمهور بس في الملعب، في الملعب كلمة والكلام ده كله، لكن ما بيردش في تويتر والكلام ده كله، هو بيرد في الملعب طبعا. فدي هي دي بقى النجوم الكبيره اللي بتبقى ظاهره يا ابو حميد. ودي تبين لك ان المينتاليتي بقت مرتفعه وبقت عاليه جدا تناسب فعلا نادي كبير زي نادي الزمالك. ودي اللي بتربي النجوميه. يعني هو دلوقتي في نظر الناس نجم، ان هو ايه خد الحاجات دي كلها ونزل الملعب كسر الدنيا. فبدل ما انت بتقول لي لا مش انت الكويس، ده انت اللي بتهتف باسمي وتقول لي تعالى يا شلبي تعالى يا شلبي. فهي دي الفكره طبعا اللي عاملوها، ودي برافو عليهم، احييهم على المينتاليتي القويه دي. زي ما احنا في يوم من الايام كنا بننتقد صبحي، النهارده بنشيد بادائه. كنا في وقت من الاوقات بننتقد دونجا، النهارده بنشيد بادائه. نفس الحكايه كنا بننتقد شلبي واوباما، النهارده بنشيد بادائهم. فهي دي طبعا احسن حاجه. وبجد انا نفسي الناس تطبق اللي هي قالته في الكومنتات، ان احنا فعلا نصبر على الناس دي، لان احنا بنربي جيل هيساعد النادي لمده 15 16 سنه. وده شغل كبير جدا من جانب الفني ومن جانب الاداره ومن جانبكم انتوا هنا صحيح. كمان يا اعلاميين، ان انتوا تساندوا النادي بالطريقه دي. وبجد انا مبسوط النهارده يا احمد ان انا يعني كنت معاك باطلالتك الجميله دايما وبشكتك المعهوده وانفراداتك الجميله بصراحه. فانا اللي بتشرف دايما ان انا كنت معاك. بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا، شرفتنا حبيبي حبيبي والله يا ابو حميد. مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لنهايه حلقتنا مع ضيفنا الكريم اللي كان مشرفنا ومنورنا، المحلل الرياضي الاستاذ احمد هشام. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامج اخبارنا. السلام عليكم.